سؤال الأخ خطاب من اليمن يسأل عن أفلام الكرتون، يعني ربما بعض الناس يجعل أطفاله يتابع أفلام الكرتون، ربما تكون فيها بعض المخالفات أو يعني الأشياء التي نهى عنها الشرع، فهل فيها حرج لمتابعة أطفال أم أن ما يخص الأطفال يكون معفي عنه؟ يا والله إلا في الواقع على كل حال ما يخص الأطفال فينبغي العناية به العناية التامة، لأن هذا فيه تأديب تربية وفي تركيز على المعاني السامية وعلى كذلك الاتجاهات السيئة وبيان هذه الاتجاهات والاتجاهات المباحة أو الاتجاهات السليمة وآثار هذه الاتجاهات. فلا شك أن العناية بالأطفال ينبغي أن يكون في الدرجة الأولى، لأن عقول الأطفال هي عقول فارغة تجعل فيها ما يجعل فيها وتبقى فيها البقاء الكامل، بينما عقول ذوي النهى وذوي الأحلام وذوي العقول لا شك أنهم على كل حال يعني يكون عندهم كذلك من قوة الإدراك ما يجعلهم يميزون بين الخير والشر، لكن الأطفال مع الأسف الشديد يظنون كل شيء يسمعونه صحيح. هو مما ينبغي أن يعني إما على كل حال التمثل به أو العمل بمقتضاه أو نحو ذلك. فبناء على هذا فينبغي أن احنا نعنى بأطفالنا وأن نلاحظ جميع ما يلاحظونه أو ما يتصورونه ويطلعون عليه في التلفاز، فقد يكون هناك جهات تريد القضاء على القيم والأخلاق ونحو ذلك. فإذا ينبغي لنا أن نعنى بأطفالنا العناية التامة أكثر من عنايتنا بأولادنا البالغين المكلفين الذين صار عندهم من التقدير والتمييز ما يستطيعون به تمييز الغث من السمين والحق من الباطل. أحسنتم يا شيخنا.